السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في هذا الفيديو الجديد. كما تعودنا، إذا رأينا أمرا غريبا عجيبا لم نراه من قبل نطرحه على حضراتكم. سبحان الله تبارك وتعالى، لله في خلقه شؤون. الفيديو بعنوان سر البحيرة الغامضة. كيف يكون سر؟ كيف يكون غامض؟ كيف يكون الأمر مرعب؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهيا بنا. في الحقيقة أنا انتقلت في تايلاند في ولاية أخرى غير الولاية التي كنت أسكن فيها. كنت أسكن في ولاية ساتون جنوب تايلاند، ثم انتقلت إلى مكان آخر في ولاية سونكلا، حيث عدد السكان كبير جدا يبلغ حوالي 1.5 مليون نسمة. وانتقلت إلى مدينة في هذه الولاية هي قريبة من الحدود مع ماليزيا. الفرق بيني وبين ماليزيا 5 دقائق بالدراجة البخارية، أذهب إلى هناك بسرعة. لما جئت إلى هنا، تعلمون أننا في بلدنا أحيانا الشباب يحبون صيد السمك أو يخرجون للمغامرات وغير ذلك. يوجد بعض الأوقات أردت أن أخرج فأنظر وأرى وأتجول وأحاول أن أصطاد السمك. المهم، اشتريت صنارة وأدوات صيد بسيطة جدا وأردت أن أخرج. يعني في الولاية التي أنا فيها أو في المدينة التي أنا فيها هناك بحيرة كبيرة وجميلة، أنا لست ماهر في ذلك، أردت أن أقضي بعض الدقائق لصيد السمك. وذهبت إلى بحيرة كبيرة، حاولت أن أنزل، مكان واسع جدا لكن مكان مخيف بصراحة. رأيت كأن فيه تماسيح وكأن فيه سمك كبير جدا، لكن قلت لكم لست ماهر بذلك الأمر، فبحثت عن مكان آخر. خرجت في يوم آخر وذهبت إلى مكان ورأيت الأسماك تقفز على الماء، أسماك كثيرة جدا. الله أكبر، ما هذا؟ ولكن وأنا أتجول رأيت لوحة فقرأها لي بعض التايلانديين، أو أنا نظرت إليها، مكتوب فيها لا تصطاد من هذه البحيرة، لأنك إن اصطدت من هذه البحيرة سوف تدفع غرامة 1000 بات، العملة التايلاندية بما يوازي 500 جنيه مصري. لو أننا التفتنا ونظرنا وسمعنا، تقول لماذا يمنعون صيد السمك في البحيرة؟ أسماك كثيرة، لماذا يمنعون الخيرات عن الناس؟ ها، ما رأيكم أنتم في مسألة منع صيد السمك في بحيرة؟ الأسماك كثيرة، لماذا لا يصطاد الناس السمك؟ إنه مرسل من عند الله عز وجل، إن السمك رزق من عند الله تبارك وتعالى، لماذا لا يصطاد الناس السمك؟ لماذا يمنعون ذلك الأمر؟ فتجولت شيئا ما ونظرت إلى البحيرة فإذا بها أسماك كبيرة. أنتم تعرفون أنا ذهبت واشتريت خبز وألقيته على سطح الماء فإذا بأسماك، أنا أقول الله أكبر تقفز، والله أكبر، ما هذه الأشكال وما هذه الأسماك؟ لماذا يمنعون صيد السمك من هذه البحيرة؟ إنه لغز محير. يمكن في هذه اللحظة أن نقوم بعمل تحدي مع أصحاب التحديات على اليوتيوب، هل تستطيع أن تأكل سمكة من هذه البحيرة؟ ولماذا لا أكل؟ لا، لن تستطيع أن تأكل ولا سمكة واحدة. يأتي واحد يقول أنا ما في مشكلة، أنا أذهب وأصطاد السمك وأخرج السمكة وأدفع غرامة، ما في مشكلة، إذن السمكة تساوي 1000 جنيه مثلا. فاقتربت شيئا ما وذهبت إلى المكان وإلى أصل المكان، فرأيت منظر عجيب. رأيت رجل يقف ويفعل أشياء عبادات هكذا، هو سيخي هندوسي لا أدري، ثم يأتي بكيس معين ويقذف طعام ولكنه يقرأ. فسألته فقالوا إنه يلقي عظام الأموات. أنتم تعرفون أنهم هنا يحرقون الجثة، لما تحترق الجثة أحيانا يتبقى منها العظام، العظام تكون هشة، فيأتون بالعظام ويطحنون العظم. هذه عقيدة عندهم، طريقة عندهم. ثم بعد ذلك يقف في هذه البحيرة
ويقذف رماد العظام في المياه والسمك ينتظر، فإذا نزل هذا الرماد السمك يبدأ يأكل فيه. هل تستطيع أن تأكل سمكة من هذه الأسماك؟ أجب، هل تستطيع أن تأكل سمكة من هذه الأسماك؟ أولا هي حرام، لأن السمك هذا مثل الجلالة يتغذى على الميتة، هذا يتغذى عليها مباشرة، لذلك الأحجام كبيرة جدا، فأكله بداية عند المسلمين حرام. ثم نقول عند الجميع، ها، هل تستطيع نفسك أن تأكل هذه السمكة التي تتغذى على أموات أو على عظام الأموات؟ هل تستطيع ذلك؟ هذا هو لغز البحيرة الغامضة. وفي النهاية نشكر السادة المستمعين على حسن استماعهم، وإن شاء الله بإذن الله هناك مواد كثيرة، هناك أشياء غريبة جدا نقابلها في طريقنا لم نراها في بلادنا، إن شاء الله نتابعها سويا. شكرا لكم على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.